الوزير، هناك قلق بالنسبه للمنتجين ديال النعناع، هل كاين شي حلول ديال الوزاره واطمئنهم؟ لا، احنا يعني لونسا خدات التدابير بان الناس اللي كيعملوا لي بيستيسيد او المواد اللي هي منوعه ما يمكنش، ما غاديش نخليهم. الناس اللي هما كيعملوا التسويق وداك الشيء غادي يديروا معاهم تسهيلات وغادي يمشيوا معاهم بشويه بشويه ان شاء الله باش يدخلوا في اطار يعني تطبيق القانون، لانه الصحه والسلامه ديال المواطنين هو اهم حاجه. نعم، كاين قيمتو درتي شي تقييم الاضرار او ديال يعني المساحات اللي لا تحت التقويم؟ يعني انا كاين زيارات في واحد العدد ديال المناطق اللي هي كانت مشهوره ومعروفه باش كيديروا اتاي كيديروا النعناع، دونك راه كيشوفوا الوقت اللي لقاو لي زاناليز بانه ما عطاو شيء راه كيديروا. هذه معايير في حق هذوك اللي تيستعملوا هاد لي بيستيسيد بزاف؟ ماشي معقول، ماشي معقول، يعني خص يحافظوا على الصحه ديال المواطنين، وحنا ما نخليوهمش وغادي تعاقبوا. دابا هذه كانت هذه اجراءات الاولى، ولكن في المستقبل غادي تكون اجراءات اللي هي جد صارمه.